أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم ألا أكون تافهة، ألا أكون تافهة، وأن أحافظ على فلوسي وفلوس بابا، وأن أحافظ على فلوسي وعلى فلوس بابا حبيبي، وما ادفعهاش في الأفلام التافهة اللي في السينما، وما ادفعهاش على الأفلام التافهة اللي في السينما. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. اتفضلي يا حبيبتي، مصروفك أهو. بس لو واحدة صاحبتي عزمتني على فيلم تافه هروح. طب ليه يا أمينة حبيبتي؟ الله، انت غاوية تفاهة؟ ده أنا بقول عليكي عاقلة وحلوة وشطرة، وانت اللي فيهم. طب وانا هعرف منين اذا كان الفيلم ده تافه ولا لا؟ لازم اتفرج عليه. ما هو الكتاب بيبان من عنوانه. لما يبقى عنوان الكتاب خالتي روسيا وبدنجان وشناكل، هيبقى كتاب في ايه يعني؟ على العموم انا عندي واحده صاحبتي عبيطه قوي كده، بتروح الافلام التافهه اللي في السينما دي وبتطلع تقول انها وحشه. فعلا عبيطه، لما هي عارفه انها وحشه بتخشها ليه؟ بتعتبرها مجرد فسحة، بتخرج تروح هي واصحابها وخلاص، مش لازم يعني يكون فيلم كويس. حتى الفسحة يا حبيبتي لازم يبقى فيها متعة للروح وللعقل. على العموم انا عملت اللي عليا وقلتلك عشان ما تبقيش محدودة الذكاء وتقرقشي نظر مع اخوك الكريم. بعد كده بقى انت حرة، اعملي اللي يعجبك. ان شاء الله يا فندم هكون عند حسن ظن حضرتك، ومش هدخل فيلم التافه ده بتنجان الا مره واحده بس. على فكره انا عاده بخش الافلام التافهه دي مرتين ثلاثه، لكن من هنا ورايح هخش الافلام التافهه دي مره واحده وبس. ولو حد سالني هقول له اوعى تخش الفيلم ده. بعد اذن بقى حضرتك علشان هروح اصور الفيلم بتاع طنط انسجام. لا حول ولا قوة إلا بالله، العيال اتبرمجت. أقوم أشوف شغلي. عايزاكم كلكم تبتسموا. أيوة بسامة. أيوة أيوة أيوة، كروفيل كروفيل يا جلال. أيوة جميل أوي 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 أوي. لا أنا كده دلوقتي عندي ماتريال كويس أوي. بس عارفين أنا عندي مشكلة كبيرة أوي وعويصة في الفيلم ده يا جماعة. في حاجة اسمها قانون السوق. قانون السوق ده هو في الأفلام السينمائية يحتم علينا إن إحنا عشان نعمل الفيلم ده لازم يبقى فيه واحد بيغني واحدة بترقص، وإلا الفيلم ده هو مش ممكن يتعرض. ها أتصرف إزاي دلوقتي؟ يعني لو عملنا فيلم من غير ما واحد يغني وواحدة ترقص ما يبقاش قانوني؟ لا طبعا، جايز الرقابة نفسها ما توافقش على الفيلم ده هو. علشان الفيلم يبقى قانوني لازم واحد يغني واحدة ترقص. بسيطة، أنا هغني. إيه؟ أنت تغني؟ أنت عايز تودينا السجن؟ ليه بس يا ماما؟ يا ماما ده أنا صوتي معتمد، اسمعوني بس. خلاص خلاص يا مشيرة، خليه يغني، ما إحنا بنسمع أحمر منه. إيه؟ أحمر منه إيه يا طنط وأنا بناها ولا إيه؟ بقول لحضرتك بغني بجد، ده أنا راسم لي خطة، إنما إيه؟ هتقلب كياني وتطلعني كوكب تاني، ها؟ هتدوني فرصة بقى بما إنكوا أهلي؟ خلاص، مع إن الفن ما فيهوش محسوبيات ولا أهل، غني يا ابني غني. وانا بقى اللي هرقص. ايه انت بتعرفي ترقصي؟ ده انا مش دريانه بقى بجد يا بنت. بتعرفي ترقصي؟ مش مهم ترقص، المهم نسمع اغنيه وشويه هز كده اهوت، حتى لو ما بتعرفش يعني، عايزين شويه مرح بس عشان نعدي الفيلم. يعني امينه ترقص وبتاع الجزر يغني كده نبقى عاملين زي الافلام اللي بيعرضوها في السينما، كلهم زي كريم وامينه مالهمش في اللي بيعملوه. على فكره انا لو نزلت السوق هقفله، ده أنا معروض عليا عقود احتقار بالملايين. إيه؟ عقود إيه؟ احتقار؟ اسمه احتكار، احتكار بالكاف، احتكار يا حمار. يلا يلا يا حمار غني. يلا. وراحت عليك يا دنيا. أيوة. وراح زمن الشهادات. يلا. وبقيت يا دنيا ماشية عالطب لوحة سجاد. يلا. هزيا بالراحة بالراحة. أيوة. تفضلي على طول مرتاحة. هز يا بشويش بشويش. ايوه خلي الشعب يعيش. لا 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 برام بام بام. علي يا حسين تعالى شوف بنتك، بنتك فيها مستقبل. امينة حبيبي كتاب. ايوه 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 ايوه
يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الحكاية؟ الواحد ما بقاش بيعرف ينام زي زمان. فين أيام النوم في الطراوة في الحلاوة في العسل؟ ليه؟ من أيامك في الطحينة ولا كبسة على نفسك؟ ما انت طول الليل نايم بتشخر لما كنت هتلم علينا الناس. خضتيني يا شيخ، هو انت صاحيه؟ ايوه صاحيه. وبعدين انا عايزه اعرف ازاي الواحد ينام في العسل؟ انت نحله؟ انا بقول يعني الواحد زمان كان بينام كويس، دلوقتي عمال طول الليل اتقلب قلقان. زار الواحد كل ما بيكبر في السن نومه بيقل. اسال نفسك، شوف بتفكر في ايه ولا بتفكر في مين؟ يا حسرة، هو أنا ورايا غيركم؟ طب أمال إيه؟ عامل لك منظر ليه على الصبح؟ شكلك متلخبط ليه يا حسين؟ قول لي إيه الحكاية؟ فيه إيه؟ بالعكس بقى، شكلي بيقول لك صباح الفل يا مشيرة، صباح الهنا يا مشيرة. هو ممنوع الواحد يفتح بقه؟ ممنوع الواحد يتكلم مع نفسه؟ لا، كلم نفسك، بس تكلم نفسك كلام معقول وحلو، مش تقول لنفسك أي كلام. على فكرة بقى عايز أقول لك حاجة، طبيا بيقولوا خطر جدا الواحد يفتح عينه الصبح على خناقه، هتتعبي. عندك حق، بس برضو ما تقومش من جنبي تكلم نفسك تاني، والا بقى عايزني احقق معاك واقول لك مش عارف تنام ليه يا حسين، بتفكر في مين يا حسين، كنت بتتكلم مع مين يا حسين. ده انا عايز اقول لك على حاجه مشيره، بس يعني ما تتخضيش. اللهم اجعله خير، قول مش هتخض. انا مش شايفك يا مشيره. مش شايفني؟ انا مشيرة مراتك؟ ده انت وقعتك بيضة يا حسين. للدرجات دي بتكرهني يا حسين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ليه بس سوء الظن ده؟ انا قصدي اقول لك نظري ضعف، عينيا تعبانة، ايه اللي جاب سيرة الحب والكره دلوقتي؟ انا بتكلم بجد يا حسين، انت تعبانة؟ حاسة ان صدري بيوجعني. ده انا اللي تعبان، عايز اعمل كشف جديد عن النضارة. انا تعبانة بجد يا حسين، يظهر ان جالي القلب. قلب؟ انت هتخضيني ليه؟ بعد الشر عليك سلامتك. بجد انا تعبانه، يلا روح غير هدومك وديني المستشفى بسرعه. بلاش دلع بقى يا مشيره، حاسه بايه يعني؟ حاسه اني وحيده وصدري بيوجعني ودقات قلبي مش زي كل يوم. مشيره حبيبتي بلاش هزار، الحاجات دي ما فيهاش هزار. انا ما بهزرش يا حسين، بقول لك قلبي بيوجعني بجد. اهتم بيها يا حسين، لو جرالي حاجه هتروحوا تعيشوا كلكم في ملجا. بقول لك صدري طابق عليا ومش قادر اخد نفسي، وزوري زي ما يكون مخنوق، عندي ازمه قلب. بعد الشر عليك سلامتك، الف سلام. هلبس هدومي وننزل على المستشفى حالا. بقول لك ايه يا حسين، صحي لي العيال عشان يبقوا جنبي ويسندوني، واقول لك كمان صحي لي بابا واجلال اختي. لا بسيطه ان شاء الله، احنا نروح المستشفى نطمن عليكي وبعدين ربنا يحلها. عليكي. ان شاء الله بيكرهك. طب ايه رايك بقى ان انا قلبي حاسس انك بتدلعي، او الدكتور دلوقتي يجي ويقول لك. الله، هو كشف عليها وراح على فين؟ راح يشوف نتيجه التحاليل وجاي. تعبانه بجد، وقلبي عمال يدق، مش عارفه مين. اوعى يكون الدكتور قال لك ان مراتك مش نافعه يا حسين. والله العظيم ابدا، كل خير. وبعدين بقى، وانت حد يقدر يخبي عنك حاجه؟ دلوقتي الدكتور يجي ويقول لك كل حاجه ويطمنك. ما تزعلش مني يا حسين، انا ماليش غيرك في الدنيا. ربنا ما يحرمنيش منك. لا ربنا لا ما يحرمنيش منك يا حبيبتي. لا 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 لا. سيبيني بقى نقول الكلمتين اللي ربنا فتح علينا بيهم. ربنا يخليك ليا يا حبيبتي، وانا من غيرك اسوء حاجه. دلوقتي الدكتور هيجي وتتاكدي من كلام ان انت صحتك زي الفل. حسين، انا امبارح اكلت ايس كريم. والايس كريم يجيب القلب؟ امال مش عارفه ايه اللي جرالي، تعبانه قوي حسين، عشان خاطر روحت للعيال، عايزه اشوفهم ويبقوا جنبي. عيال ايه وبهدلت ايه؟ خلي بالك على نفسك ورايح قلبه، ولا عايزه يعني تشوفي جوزك هيقلق عليكي قد ايه ويهتم بيكي قد ايه؟
لا انا بصراحه بدات اقلق، انا هروح اجيب الدكتور واجي حالا. لا 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 هات الدكتور هنا عشان اسمعه بوداني. حالا حالا يا مشيره. استنى خدني معاك. طيب زي كل سنة. أنا من عادتي كنت أحب أحفر في الرملة وأدفن نفسي. المهم حفرت حفرة بالطول ورحت مسقطة جسم جواها، ما بينتش غير بس راسي على الوش. المهم شوية كده وراحت عليا نومة. جوزي بنصحته كان قلع النضارة بتاعته، بص لقى راسي على الرملة افتكرها كورة مرمية على البلاج. قام اتكل على الله وبعزم ما عنده وراح شيطها. شاط الكورة؟ شاط دماغي، شاط راسي، راسي بوشي بشعري بعقلي بذكرياتي. شاط دماغك برجله؟ معقولة؟ يعني جوزك هو اللي عمل كده؟ افتكرها كورة. أصله كان بيلعب كورة زمان في نادي الترام ولا سك الحديد مش فاكرة. وازاي ما شافش دماغك؟ هو أعمش؟ ده كويس انك لسه عايشة. يا مصيبتي، ده حسين قام النهاردة الصبح مش شايفني. الظهر الرجالة بيجي عليهم وقت ما بيشوفوش مراتاتهم. وانتي في أمل فيكي؟ قصدي يعني دماغك هتعيشي بيها ازاي كده؟ ومين قالك ان انا عايشه؟ انا فقدت الذاكره، مش فاكره غير حاجه واحده بس، رجله وهي بتشد دماغي بسن الجزمه. يا واقعه بيضه، يعني انت مش فاكره حاجه ولا حتى اسمك؟ مش فاكره شكل جوزي ايه، ولا فاكره اسمه، ولا فاكره اسمي. كويس كويس قوي انها جت على كده. كنت عايزاها تيجي ايه اكتر من كده؟ كنت عايزاها تيجي جون؟ ده كويس انه حصل كده. حسين ده غلبان وطيب وزي نسمة الهوا. ما هي الحكايه بتبدا فجأة. جوزي برضه كان طيب وغلبان وزي النسمة، فجأة كده ما بقاش يشوفني. يبقى ماشي جنبي، ابقى متمنية كده اخبط بيه الصالة، كتفي يلمس كتفه، اوصل ايده مين اللي في الصالة؟ مين هناك؟ حكايه بقى، انت عايزه مني ايه بالظبط يا ست انتي؟ انا جوزي بحبه وبيحبني وانا عنده اكتر من عينيه. عارفه احنا عشنا احلى قصه حب في الدنيا. اقعدي اقعدي بعيد كده عشان احكيها لك. اقعدي. حاضر حاضر حبيبتي حاضر. بصي بقى، احنا حبينا بعض قوي لدرجة انه ايام ما كنا مخطوبين كان بابايا في الكويت. ابويا ده بيحبني قوي وما عندوش حد اغلى مني. قلت له بابا انا محتاجة 500 جنيه بابا عشان اعمل عملية اللوز، وانا اللي كنت هعمل عملية اللوز ولا حاجة. وخبيت الحكاية دي حتى عن اجلال اختي، وخدت ال 500 جنيه واديتهم لحسين خطيبي اللي هو جوزي دلوقتي.
وعارفه بقى 500 جنيه دول كانوا يساووا ايامها 50,000 جنيه دلوقتي. خدتهم واديتهم له عشان يفتح بيهم الكوفي شوب بتاعه. ولما ربنا فتح عليه حبيبي ردهم لي 20,000 جنيه حطهم باسمي في البنك. عايزاه بعد ده كله ما يشوفنيش ولا يحس بيا. وهي فين اللوز؟ اللوز مين؟ اه بتاعتي يعني، ما هي جوه في حلقي بس ملتهبه شويه عشان كلت امبارح ايس كريم. رجعيهم وخد فلوسك. رجع ايه؟ اللوز. هرجعهم لمين انت اخرى؟ انت دماغك راحت فين؟ اه ما هو الراجل شاطر. ومش يركنها؟ لا نزعها في سن الجزمه. وهو فين؟ معاكي في المستشفى ولا سايبك لوحدك ولا ايه؟ معرفش معرفش اذا كان بيجي ولا لا. بحذرك اوعي تسيبي حقك. رجعي لهم اللوز وخدي فلوسك. حاضر حاضر هعمل كل اللي بتقولي لي عليه. ما تشغليش بالك انت، روحي روحي ارتاحي انت، ربنا معاكي، روحي روحي ارتاحي. هسلم عليك يا موسى. لا لا اصل انا عندي مرض معدي. روحي روحي. حول ولا قوه الا بالله. الراجل شاط دماغها الحمد لله انه مش محترف وبيلعب في الزمالك كان طياره. يا حسين ما تكلم اخوك في التليفون، يعني هو هناني شخه واحنا نقف على رجلنا كده من صباحيه ربنا. بس نعرف الاول عنها ايه بدل ما نكلم البيت ونعمل قلق. مش هو ده الدكتور اللي جاي باين اهو؟ اه ايوه هو ده. اما تشوف هقول ايه. ربنا يستر. ربنا يستر. خير يا دكتور؟ الحمد لله المدام زي الفل وقلبها زي الحليب مفيش اي حاجه ابدا. استنيني هناك في الاوضه جايب حاجه. طيب. طيب شكرا يا دكتور. النور ده كله. قول لي يا حسين هو احنا في مستشفى عاديه ولا مستشفى يعني العياذ بالله؟ قصدك مستشفى المجانين؟ لا لا بعد الشر عليكي، ربنا يشفي اللي هنا واللي هناك. الحمد لله دكتور القلب طمني عليكي. مش بقول لك انك بتدلعي يا مشيره؟ بتدلع ايه بس؟ هو الدكتور قال لكم ايه؟ قال لكم اني بتدلع ولا عندي القلب؟ الدكتور بقى انه بيشوف افلام عربي كتير، قال احنا عملنا اللي علينا والباقي على الله. يعني انا انتهيت خلاص؟ هموت يا حسين وانت طبعا هتفرح وتتبسط. ما بتصدق انت تخلص مني اذا كنت وانت نايم بتكلم روحك وبتتخيل واحده تانية. هو اللي مخوفني اكتر بقى وانت صاحي ما انت شايفني بقى. ده منظر واحده عندها القلب ده؟ اخص عليك يا مشيره الله يسامحك. ده انا من ساعه ما عرفت انك تعبانه قلبي وقع في رجلي. ليه بس تقولي كده يا حبيبتي؟ بس الحمد لله دكتور القلب طمني عليك وقال انك انت للاسف الشديد قصدي الحمد لله قلبك زي الحديد. طب ما جاش بنفسه يقول الكلام ده قدامي ليه؟ انتوا مخبيين عني ايه؟ بطلي دلع بقى، قلبك ما فيهوش اي حاجه. امال تعبت ليه بس لما اكلت الايس كريم؟ عشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. طمني طمني يا دكتور انا عندي ايه؟ الحمد لله قلبي زي الفل، انا بس رحت ابص على مسحه الزور. بجد يا دكتور يعني انا ما عنديش القلب ولا بتضحك عليا؟ بجد بجد قلبك زي الفل ولا سن ال 20. يعني ما احنا ما بعدناش كتير عن ال 20. انت في ايه ولا في ايه يا مشيره؟ اه يعني 20 من 25 ما تفرقش كتير يعني. جرى ايه يا حسين؟ كمل يا دكتور. فين المشكله بقى؟ المشكله في اللوز عندك ملتهبه وقاعده في الشارع. لوز؟ نعم 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 نعم. بتقول ايه يا دكتور؟ لوز ان شاء الله. اللوز عندها ملتهبه وقاعده في الشارع. هي اللي زي مشيره دي بقى عندها لوز وزمانها وقعت من زمان. لوز ايه يا دكتور؟ لا ما تبصليش، انا دافع حقهم من زمان. مشيرة ما عندهاش لوز اصلا، مشيرة شايلهم من زمان. فاكر يا حسين ولا ما انتش فاكر؟ انت مش شايله اللوز من زمان يا ست انت؟ يا ستي يمكن زرعت تاني. اضحك تجنني، بطل تهريج، ازاي تشيل اللوز وترجع تاني ازاي؟ انت متاكد انها شالت اللوز قبل كده؟ الله طب سالنا ليه؟ صاحبة اللوز هيسالها انت شايله اللوز ولا لا؟ هحكي لك بعدين يا دكتور، اصل دي مسائل عائلية قديمة جدا. معنى ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. يعني دلوقتي اللي تعبني هو اللوز؟ اه طبعا. طب والحل ايه دلوقتي؟ لازم تشتري على طول. يعني حضرتك شايف انها لازم تشيل اللوز فورا؟ طب افرض بقى سرعت تاني. يا ناس انتوا هتجننوني، انا عايز افهم ازاي تشيل اللوز زمان وترجع تاني؟ فهموني بقى.
طب بعد اذنك انا عايزك تفهموا بعض في المسائل العاديه دي والمكروس كان ده عليا. اتفضل حضرتك يا دكتور. اتفضل تعالى بقى. ممكن تقعد كده جنبي بقى عشان نتفاهم في حكايه عمليه اللوز بتاعت مراتك دي؟ اه بلاش تتقلي عليا يا عواطف، في راجل بره بيشد دماغ الستات هتدهقولك. احنا عاوزين نفهم، انت مش عملتي عمليه اللوز ايام ما كان توفيق في الكويت؟ انا فاكره حكايتي كويس، زي ما يكون حصلت النهارده، وديتي فلوس العمليه فين؟ انت هتحققي معايا. بقول لك ايه؟ مالكيش دعوه بيا خالص. يا سلام. فعلا ايام الخطوبة اجمل ايام قضيتها معاك يا نوشيه، ايام الخطوبة، ايام ال 500 جنيه. ودلوقتي مالي بقى؟ بقيت وحشة ولا ايه يا حسين؟ على العموم حسابك معايا بعدين، خلينا دلوقتي في حكاية اللوز اللي كل ما اشيلها تطلع تاني دي. انا مش فاهمة حاجة، انا بقيت عاملة زي الأطرش في سقف فهموني. دي نعمة، نعمة من عند ربنا انك ما بتفهميش. يعني عايزة تفهميني انك بعتي لوزي لواحد عاوز يعمل زرع لوز؟ لا ده بقى تبقي انضر واحدة في العالم. بقول لك ايه؟ انا جاي المستشفى هنا عشان ارتاح، مش عشان تبهدليني انت واخوك. ايوه فعلا يا عاطف، كده مالكيش حق بصراحة. سيبيها ترتاح وتاخد راحتها، بعد كده نفهم منها ايه الموضوع. انا اللي عاوزة افهم، هي شالت اللوز، يرجعوا تاني ازاي؟ عمرها ما حصلت، عمرها ما حصلت. انت مالك؟ انت حصلت معايا. قوم يا حسين، قوم اندهلي الدكتور شوف هيجي يعمل لي العمليه امتى. حاضر يا مشينا حالا. ما انت مش هتعملي العمليه غير لما اعرف اللوز بتاعتك راحت فين. الله، جرى ايه؟ شغل نفسك ليه بالموضوع ده؟ كل واحد حر في لوزه. خلاص، قوم كلم اخوك محمود في التليفون، هو مش دكتور يبقى بيفهم في كل حاجه. ما انا بقول لك اهو، هما حاجتين، يا اما بتضحك عليك يا اما الموضوع فيه انا. انا واخواتها. عارفه لو ما سكتيش هروح اجيب لك الراجل اللي بره ده يشد دماغك وخلصنا منك. يمي. الو، ايوه مشيرة، ها طمنيني. ايه؟ الحمد لله، يعني قلبك طلع سليم ما فيهوش حاجه. طب كويس الحمد لله، الف حمد شكر لك يا رب. ايه قال لك؟ ايه قال لك؟ يشيل لك اللوز؟ لوز اللي يشيلك يا مشيرة؟ ما انت شايل اللوز قبل كده. قال يعني هيركب لك لوز وبعدين يشيلها لك؟ انا مش فاهم اللي انت بتقوليه. لوز ايه اللي هيشيلها يا مشيرة؟ ايوه انا اجلال يا مشيرة، انت مش عارفه صوتي؟ ايوه انا خطفت السماعه منه عشان اكلمك. ما تخليهمش يعملوا لك اي عمليه يا مشيرة، دول بيضحكوا عليكي. ما انت شايله اللوز قبل كده. الو، ايوه يا ماما، يا ماما انا جايلك طيران على بساط الريح. طب انا عاوز افهم بس دلوقتي، حضرتك عاوزه اللوز ولا مش عاوزه اللوز؟ اما اجي نتكلم في الموضوع ده يا ماما، اصل في واحد يعني عامل اعلان، منزل اعلان يعني عنده لوستين استيراد استعمال خفيف. يا اخي اتعذر دلوقتي. كمان ايوه يا مشيرة، انت مش كنت خدتي مني زمان يا بنتي 500 جنيه عشان تعملي عمليه اللوز؟ يا ستي انا ما بتكلمش عليك، انا تحت امرك، انا جايلك حالا، جايلك حالا. هتيجي معايا ولا لا؟ طبعا طبعا. ماما ان شاء الله اللي تراك بقى كده يا ماما. اصحى من النوم ما لاقيكيش الا اللوز. ايه يا اختي يا حبيبتي، ايه الحكايه؟ بيضحكوا عليكي ولا ايه؟ معقول يا مشيرة هيشيلوا لك اللوز اللي اتشال قبل كده؟ صحيح هي موجوده ولا لا؟ مش بعيد يكونوا علقوا كده وانت مش دريانه. دوري على حاجتك كويس. انا مش فاهم ايه اللي حصل. فاهمين يا بنتي في ايه؟ اسكت يا بابا. انا كنت فاكره ان عندي الملك، طلعت اللوز. والغريب بقى ان الدكتور بيقول ان الواحد ممكن يشيل اللوز وترجع تطلع له تاني، بس الحكايه دي ما بتحصلش غير بنسبه 0.5%. انت عارف مشينا بقى يا عم توفيق، الناس اللي في الدنيا كلها 99.5 وهي لوحدها 0.5%. طب وهنعمل ايه دلوقتي بقى في اللوز الجديده دي؟ هنشيلها لها طبعا، وعلى حسابي مراتي. لا انا اللي على حسابي، انا هلعبوها. خلوها على حساب انا يا جدعان. طب ما انا بقول يعني كل واحد يحاسب على اللوز بتاعته احسن. لا 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 لا، اللوز دي على حساب جوزي حبيبي. من عناية الاثنين. يوه يلا يا حبيبتي، قومي قومي معانا، امشي معانا على طول، لا مستشفى ولا عمليات، يلا تعالي معانا قومي. خلاص عمتي سخنت الحمد لله. بس يا ولد انا بتشاور منك يا ولد. امشي ازاي بس يا عواطف؟ طب وتعالج فين؟ بقول لك زوري بيوجعني. اسم الله عليكي من وجع الزور، انا عارفه لك راجل بيعالج كويس قوي بالاعشاب، هاخدك عنده. ثلاث اربع ايام وهتبقي فله. اخدك عنده ده ايه؟ لا ده هو يجي لك لغايه البيت، واذا ما نفعش نبقى نعمل العمليه، ايه رايك؟ ايه رايك يا حسين؟ انا تحت امرك يا حبيبتي، عايزه عمليه نعمل اعشاب، نجيب اعشاب. ان جيتوا للحق
انا متضايقه من المستشفى دي من ساعه ما شفت الراجل وهو بيشوط مراته وانا مرعوبه. مين ده اللي شاط مراته؟ الراجل افتكر راس مراته كوره راح شايطها بسن الجزمه. ده خايف تلاقيها طلعت اوت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك عايز شمبر حلو كده على ذوقك. عند حضرتك حاجه قيمه جدا لسه قايله من بره. قول بقى انك عايز تشتري شمبر جديد مش ان انت ما عدتش بتشوف زي زمان. فعلا حلو. ايه رايك يا محمود في الشمبر ده؟ لا بس انت الاول قول لي ايه رايك في ثمنه. 1400 جنيه. 1400 جنيه؟ ليه؟ انا هشتري موتوسيكل. ايه ده بس؟ ايه؟ انت هتزعق ما تفضحناش. انا ما بزعقش ليه؟ ممكن حضرتك تقول لي ليه ب 1400 جنيه؟ يا فندم دي حاجه قيمه مستورده لسه جايه من بره. جايه منين يعني؟ من المريخ؟ حتى لو جايه من المريخ ما يبقاش ب 1400 جنيه. انت عارف حضرتك ده بلده ما يساويش 50 دولار. يا فندم انا عندي حاجات اغلى من ده ب 2000 و 3000 جنيه واللي معاه فلوس يشتري. اللي معاه فلوس يشتري. المساله لوي دراع يعني. ما هو انتوا تفضلوا تغلوا الاسعار بالشكل ده السوق هيفضل نايم وبعدين تشتكوا. ممكن تقول لي ب 1400 جنيه ليه؟ عشان ايه؟ الله حاجه غريبه يا اخي عندنا في مصر حاجه مش قادر افهمها. ممكن تفهمها لي؟ يعني انا مش فاهم السوق ملوش قانون مولد وصاحبه غالب وكل اللي عايز يحط سعر يحط زي ما هو عاوز على كيف واللي معاه فلوس يشتري. قصدك تقول استهبال يعني. طبعا. وفي الاخر يقول لك السوق نايم. خلاص انا مش عايز النظارات من الاصل. يلا يلا زمان مشير عنقان. يلا بينا. مش مشير هي اللي قالت لك غير النظاره. مش عايز غير نظارات ولا حاجه. يلا 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 بينا. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. 1400 جنيه يا راجل. معلش يا راجل حرام عليك. تقول لا تقول لا. ايه كان انتوا قاعدين ليه؟ مش قلنا هنروح يا عواطف؟ مشير مشير ايه ده؟ هي بدها بتنبح كده ليه؟ مش عارف من ساعه ما شافت الست اللي جوزها شاط راسها وهي متنحه كده حاسه بيها قوي وخايفه ان الباقي يعمل فيا كده. احنا مش خلصنا من الحكايه دي ولا ايه؟ بلاش نفتح سيره الست دي تاني. دي حاجه توجع القلب. دي حاجات يا خالتي في حياه الانسان بتفتح نفسها بنفسها. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ امينه ولا الدكتور فرويد؟ عيبكم انكم بتستهتروا بالصغيرين مع اننا برضو بنفهم. سيبيهم سيبيهم يا امينه، كل واحد مسؤول عن تصرفاته. محدش هينفعك غير الدكتور شيحه بتاع الاعشاب الطبيه وهتشوفي. هو انت جربتي بتاع الاعشاب الطبيه؟ انا جربت يا اله، ده عبقري فانت. بس هو مش دكتور دكتور، لا ده وانسي مهنه افضل عن جد. العطار هو يعني معلش يعني انا عارف ان انتوا كبار وفاهمين كل حاجه، بس انا عندي نظريه في موضوع الزور واللوز ده. نظريه الجزر؟ لا جزر ايه يا بابا، لا مش نظريه جزر، نظريه جديده خالص محدش يعرفها. تسمحوا لي ان انا اقولها؟ قول. مين عارف يوضع سره في اجهل خلقه. حلو ركز بقى معايا بابا عشان الموضوع ده مهم قوي. اتفضل. ليا واحد صاحبي كان عنده موضوع اللوز ده برضه. المهم راح لدكاتره كتير، دكاتره قالوا له اعمل العمليه ودكاتره تانية قالوا له لا العمليه دي خطر. اخر ما زهق قام رايح عامل شريك كسر، ضربت معاه بقى مليونير كبير قوي من كتر الفلوس اللي عنده. الوجع اللي في زوره راح الحمد لله. فانا بقول يعني نستخدم النظريه دي ونودي ماما لاي منتج كسر اهو. احتمال احتمال تضرب اللوز. لا ماما من ناحيه الضربان اطمن ما تقلقش، دي اختي وانا عارفاها. ودي فين يا واد؟ انت عايز امك تغني؟ هنجيب دكتور الاعشاب وانا واثق ان هو هيعالجها ويخلي صورها زي ما صورتها ليا كده. ما بلاش مواصيل معايا يا عم توفيق، ما انت عارف. هي مالها ساكته كده ليه؟ انا بيتهيألي انها بتفكر في الراجل اللي طير راس مراته زي الكوره. انا وعواطف هنروح نجيب دكتور الاعشاب، بس يا رب عواطف يكون فاضي ورد يجي معانا. ده لو جه معانا هتبقى البيزيتا بالضعف. معلش المهم انتوا في الصاله بقى توسعوا الكراسي لان هو لما يحب يشتغل يحب يقعد على الارض. مشيره انت موافقه يا مشيره تتعالجي عند العطار؟ حاسه بيها قوي وخايفه اللي في بالي يعمل فيا كده. تصدق هيجيب واحد بتاع اعشاب. وايه يعني بتحصل يا ابني؟ احنا في القرن 21، احنا في عصر الانترنت. طب ما هو الانترنت برضه بيبيعوا فيه العلاج بالاعشاب وبالحظ والعلاج الروحي كل الهجايز دي. صحيح، ما هو كله في التراوح. بقولك ايه،
تغني؟ على مين؟ انا بتكلم بجد، نعمل مشروع كده انا وانت يمكن تضرب معانا. طب انا هغني وانت هتعمل ايه؟ انا اللي هدير المساله طبعا. نعمل سيدي تجربه، بس احنا محتاجين واحد يكتب لنا اغاني اطفال. لا 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 لا، ما تقلقيش انت من اي حاجه، بس انا اعرف واحد بيقعد على القهوه، تديله باريزه يكتب لك الاغنيه اللي انت عاوزاها. ماشي، وادي باريزه اهي. ايه ده، انت بتستهبلي ولا ايه؟ باريزه يعني 10 جند على راي جدي كده، ورقه ب 10 جنيه. وانا هجيب ال 10 جنيه دول منين؟ طب خلاص، هاتي بس انت اللي معاكي وانا هبقى اظبط الراجل، اديله جزء وما يخلص الاغنيه اديله جزء تاني. تعرف لو ضحكت عليا ولهفت المصروف بتاعي انا هشتكيك. لا انت تعرفي عني كده، انا عمري ضحكت عليكي برضو كتير، مع انك متخلف وذكائك محدود. ايه ده، انت عرفتي منين؟ ميرسي قوي يا بابا. قلتنا محدش يحط رجله في سكتي وانا بتحرك عشان ما تكعبلش، خصوصا انت. اشمعنى انا يعني؟ شكلك كارهني من ساعة ما دخلت. فعلا، صدقوا بالله الراجل ده بيفهم. اصل عندي احساس كده ان انت وموضوع الاعشاب والحركات اللي بتعملها دي كله في الاونطه. انت مواليد شهر ابريل مش كده؟ يخرب عقلك، مش عرفك؟ دي موهبه من عند المولى سبحانه وتعالى. طب ايه رايك بقى ان انا من مواليد شهر اكتوبر، يعني فرقت معاك 6 اشهر محل. مش بقول لك انا مش مرتاح لك يا استاذ يا باشمهندس، سيبك منه لو سمحت، خليك معانا احنا. ليه حضرتك رصصنا كده ومقعدنا على طول؟ يا سيدي اللي عايز يقف يقف. ايوه ما حضرتك قلت اقعدوا. التواضع القعده فيها تواضع. انت بتستحمى بميه سخنه صح؟ لا يا شيخ، كل الناس بتستحمى بميه سخنه. مش في الصيف يا هانم، في الشتاء. تصدق انا فعلا صيف شتاء بستحمى بميه سخنه. انت رهيب يا جدع. مش قلت لكم راجل بركه؟ بركه يا استاذ. سيبك من الكلام ده وخش في الموضوع عشان تعرف تعالج الست. هي فين الست مشيره؟ الحاج توفيق يا ست مشيرة قال لي انك روحتي علشان تشيل اللوز. ما انا ما كنتش عارفة انها ملتهبة. وقال لي كمان انك بعد ما استأصلتيها اي شلتيها طلعت لك تاني. لا مش كده بالظبط يعني، انا حسيت ان عندي اللوز فقلت اعملها. احنا بعون الله هنساعدك وهنقف جنبك. المستشفيات دلوقتي بقت بيزنس، والبيزنس محتاج زباين، وابسط حاجه يعملوها علشان يمتصوا دم الزباين اجره العمليات. امال انت بتعمل ايه بالشويتين بتوع الاعشاب دول؟ مش بتكسب برضو؟ انا مش بيزنس مان، انا بعالج بالاخشاب بالاعشاب، مهنتي ابا عن جد. الصنعه دي احنا شغالين فيها بقالنا 300 سنه، الهدف منها ليس الربح. لو سمحت هندسه، ممكن واحد الصبح يغسل وشه بميه سخنه؟ عيب عليك يا محمود، مش حال ما كنتش دكتور يا اخي. استنى ما نشوف هيعمل ايه في حصه اللوز دي. سؤال غريب اصلا، ما تغسل وشك بميه سخنه بميه بارده، هو ماله مالك يا جلال؟ عرفت الماء السخنة بتعمل حساسية في المناخير. حسين، انت متأكد ان اخوك محمود متعلم ومتخرج من كلية الصيدلة ولا بتضحكوا علينا؟ انا شفت الشهادة قبل ما نتجوز. ما يمكن مضروبة،
اسكت بقى يا محمود شويه، خلينا نخلص من موال زهري ده، اسكتوا بقى شويه. صح، بتشوشروا عليا، بتقطعوا حبل افكاري، في توتر جاي من ناحيه البلكونه. هنقفلها يا استاذ، خليك في علاج مشيره وسيب التوتر عليا انا. قولي لي يا ست مشيره، انت بتحبي تاكلي منتجات الالبان؟ ايس كريم، زبادي، جبنه بيضه؟ ايوه فعلا انا بحب منتجات الالبان قوي، بس ده ايه علاقته بزوري؟ ما هو الزور يا مشيره هانم زي الطريق السريع، الطريق الصحراوي، اي لقمه سعادتك بتبلعيها بتمر منه. مشيره زورك بقى طريق صحراوي، حقك بقى تعملي بوابه رسوم وتاخدي رسوم على كل لقمه بتبلعيها. من فضلك ما تقطعنيش، انت بالذات اخرتك مش حلوه معايا، ما تقطعنيش خالص، انا مش ناقص توتر. احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بتقول حضرتك انه حلق اختي زي الطريق الزراعي. لا يا بنتي، بقول الطريق الصحراوي. مظبوط، انا قصدي اشبه لكم الحكايه، ابسطها يعني. زورك يا مشيره هانم بالظبط بالظبط اقرب منطقه واقرب طريق الى الرئه، يعني التنفس. زورك من فصيله الريح والنار، كل ما يلتهب حرارة الجسم كلها بتزيد. يا عيني شفت حودة بقى؟ حقك انت ومراتك تقفلوا الصيدلية والعيادة، اهو ده الطب ولا بلاش؟ اجلال قومي يا حبيبتي شوفي الاعشاب اللي على البوتاجاز غليت ولا لا. قومي. حاضر. اللي هتشربيه دلوقتي حالا يا ست مشيرة هيحللك المشكلة، بس انا ممكن احط ايدي على راسك؟ لا مش ممكن. ممكن تحط ايدك على راسي وانا احط ايدي على راسها، توصيله يعني، عشان انا جوزها. يحصل افنى، انت موصل غير جيد. انا ابوها، ممكن انا احط ايدي؟ التوصيله شرعيه. ايوه انت، ايوه. اللمسه دي لمسه مش تهريجيه او تخريفيه، كل انسان بيحب اللي يطبطب عليه ويلمسه. سامع يا حسين؟ الواحد محتاج اللي يطبطب عليه يطبطب عليا بس. بتصدقي ده كله في الاونطه. من فضلك يا حاج توفيق، انقل اللمسه ديت لبنتك الست مشيره من غير ما تدخل نفسك بيني وبينها او تعصر نفسك بيني وبينها. اتفضل حضرتك، اشكرك. اتفضلي اشربي يا ست مشيرة، وقبل ما تشربي قولي بسم الله الشافي المعافي. بعد ساعتين بعون الله مش هتلاقي زورك، مش هتلاقي اللوز في زورك. يا سلام، هيروحوا فين يعني؟ هتبلعهم؟ احنا ملناش دعوة، المهم ان هي ترتاح وخلاص. اشربي شفطة شفطة. استأذن انا بقى. استنى شوي، اوعى تكون هتديني فلوس. فلوسك ايه يا راجل؟ كام دول؟ 200 جنيه على البركه. ايه 200 جنيه؟ ده الدكتور اللي بحقه حقيقي بياخد 50 جنيه. تشتغل تمرجي معايا؟ خلص. ايه يا حبيبتي، ارتحتي شويه؟ يا نهار اسود، ده صوتها مش طالع، دي اعشاب دي ولا ما يطلعش؟ استنى شويه يا حسين. استنى يا عم توفيق، ده صوتها بيروح. هو صوتي بس اللي بيروح؟ صحيح صوتها اتغير خالص. هو الراجل ده اداها ايه عشان تشربه بالظبط؟ مشيرة حبيبتي، حاولي كده تطلعي صوتك، يعني اعملي تجربة كده. الو حلات عزبي للكهرباء. الو اختي صوتها باظ. يكون الراجل زود في الحاجات اللي حطها شويه. هو حد عارف ايه الحاجات اللي حطها؟ انا ماليش دعوه، هو طلعت ساكته وهي اللي جايباه. من فضلك، هي صوتها وحش من الاول. ايه؟ لا بقى يا عاطف، مراتي طول عمرها صوتها حلو، جت هتغني في الاوبرا القديمه اللي اتحرقت، مش الاوبرا بتاعتكم بتاعت اليومين دول.
الراجل اللي جبتوه ده هو اللي نصاب. يمكن يتعدل، يمكن يتعدل بعد شوية يا جماعة، بلاش انتوا ترعبوها وتخضوها بالشكل ده. ألو ألو يا ماما، ها خلاص ظبطتي المسائل؟ الله أكبر الله أكبر، هو ده الصوت اللي أنا محتاجه. بس يا واد انت، أنا بتشائم منك طول عمري، بلاش تريقة وبلاش هزار. أمك دي صوتها وحش، مش عارفة بيفكرني في حاجة كده، بيفكرني مش حلوة. مش قاعد يقول لنا الطريق الصحراوي الطريق الصحراوي، أو صوتها بقى زي الهوا بتاع الطريق الصحراوي. صحراوي إيه بس يا حسين؟ بصراحة عواطف، أنا مش عارف أنت جبت الراجل ده منين. خدني معاك. يلا. صعبانة عليا قوي الست اللي جوزها شاط دماغها دي. يا مشيرة يا مشيرة اسكتي، صوتك وحش بينرفزني. اصبر اصبر يا حسين، يمكن صوتها يتعدل. استر استر يا رب استر. سلامتك يا مشيرة، سلامتك حبيبتي. مش عارف اعمل لك ايه، بس انا هروح اعمل لك كوبايه ميه بالعسل كده يمكن تسلك. ها ربنا يستر. جاهزة؟ غني الأغنية دي. إيه دي؟ غريب الدار، أنا اللي الدهر عاداني وبعني واشترى فيا وخد أحبابي واداني بدلهم هجر وقاسية، ومين قاسى اللي قاسيته ومين شاف اللي أنا شوف.